قد لا يعلم الكثير منكم بأن قناة الحوار التونسي هي القناة الوحيدة اللي عملت منذ سنة 2003 على تغطية النضالات الاجتماعية والسياسية والفكرية، كما كان لها شرف باش تكون أول منبر تونسي يفتح لرموز حركة النهضة مثل الغنوشي والعرايض وغيرهم، وكذلك شرف الدفاع عليهم والمطالبة بإطلاق سراح المسجونين منهم في كل نشراتها. قمنا بهذا بمجهودات وتضحيات ذاتية بدون أي مساعدة خارجية، وكلفنا هذا الاعتداءات وافتكاك المعدات وحتى المحاكمات والسجون، ولكن قمنا به إيمانا منا بأن الكلمة الحرة هي قوام الوطن الحر، وكان هذا شعارنا ولا يزال. وبالرغم من كون خطنا التحريري ما تغيرش في شيء بالنسبة لماضينا، وهو دائما الدفاع على الحريات والقضايا العادلة ومصلحة الوطن، في عوض ما يكرم حكام اليوم ومضطهدي الأمس هذا الصوت الحر اللي ساندهم لسنوات طويلة على الأقل بالتعويض المعنوي والتكريم، فإنهم يعملوا جاهدين إلى إخماده بجميع الوسائل من الاعتداء المادي باقتحام مقراتنا وإتلاف معداتنا إلى تعنيف الصحفيين وافتكاك أجهزتهم. بعد حصولها على الترخيص القانوني واستعادة البث المتواصل، أحرزت قناة الحوار التونسي على نسبة مشاهدة متزايدة وبالخصوص على مصداقية عالية.